أبوي كان يقول لي أجي معاك أوصلك، كنت أقول له لا أنا كبيرة، أنا عارفة الطريق أحسن من كل الولاد اللي في البلد. أنا نادية بنت عبد السلام، كنت حاسة بروحي وحباها، كنت أحب قوي أقرا قصص الحب وأحلم، أحلم إني بقيت البطلة اللي كل نفسه في نظرة من عينيها. بس وأنا بحلم نسيت إن اللي عايز يبقى نجم في السماء واللي عايز يبقى بطل للحكايات لازم يتحمل كتير قوي، لازم يفهم حاجات كتير غايبة عن عقله. لازم يعرف إن الدنيا خداعة، وإنه مش لازم يمشي ورا نفسه الأمارة بالسوق، لازم يبص للحلو اللي في حياته مش للوحش وبس. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. انا قلت برضو مش معقول اكون في مصر وما اجيش اسلم على القمر. وانت بتفهم في الاصول قوي. ايه اللي بفهم في الاصول؟ دي الاصول اتعملت عشان خاطر محروس. يلا ساده مغليه. في ايه؟ ايه دي؟ القهوه بتاعتي. انا عندي صداع وجاي من مشوار بعيد وحاسس ان ضغطي واطي شويه. خلاص خلاص ساده مغليه، القهوه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. انا من يوم ما شفتك وقلت انت الوحيده اللي في العيله دي فاهمه ومستقبلك واضح وملعلع. اه والله. خير يا استاذ محروس. خير يا ايه؟ يا استاذ محروس. الله الله يكبر بخاطرك، ده مفيش حد في العيله الطويله العريضه دي قالها لي. جاي عشان ايه؟ اكيد جاي عشان حاجه، ولا يكونش جاي تطمن عليا؟ لا اطمن عليكي ايه؟ لا طبعا جاي اطمن عليكي، مش لازم اطمن على اللي مني. وبيني وبينك كده ما اكذبش عليكي، كنت عايز يعني اعمل مشروع وقلت مفيش غيرك اللي هينفعني. مالك يا محروس بترغي كتير كده ليه؟ ابدا يا ست الستات، انا بيني وبينك كده بفكر اعمل مشروع يعني أأمن بيه مستقبلي، بدل ما أنا عمال ألف حوالين نفسي وعمال عقلي يجيب ويودي ويودي ويجيب. تعمل إيه يا محروس؟ تعمل إيه يا محروس؟ تعمل إيه يا محروس؟ إيه يا محروس؟ سوبر ماركو، سوبر ماركو أقعد فيه باشا، البضاعة عندي جوه بالكوم، والناس تدخل تشتري تديني الفلوس أعدها أسدد من غير وجع دماغ. إيه رأيك؟ وإنت بقى شايف إن الحكاية دي سهلة قوي؟ بتعاونك مع محروس هتبقى سهله وزي الفل. وبعدين؟ ابدا خير، اللهم اجعله خير. سمعت كده طرطيش كلام انك انت شغاله في مصنع كبير بيعمل منتجات حلوه وزي الفل، فانا يعني قلت انت اكيد هتقفي معايا. هقف معاك ازاي بقى؟ ما توضح كلامك كده وتفهمني. ابدا، انا هاخد بضاعه املى بيها السوبر ماركو، وبعدين بيني وبينك كده انا هطلع لك عموله. عموله؟ عمولة يا محروس؟ أمال إيه؟ أيوه عمولة يا محروس. وبعدين بيني وبينك كده والنية على الله، أنا نويت أخد بيت أقلبه مول. مول؟ في البلد ها؟ مول؟ أيوه أيوه. أمال إنتي فاكرة إيه؟ بقول لك هنكسب ده. يا عمتي تعرف إنك هنا؟ وإيه اللي دخل عمتك دلوقتي في اللي أنا بقوله لك؟ ده بيزنس، هي مش فاهمها، هي دي جهلة. أمال مين اللي هيدفع لك الفلوس؟ هي ظاهر ما وصلتش. أنا عموماً مش هاخد منك فلوس كتير.
أنا آسفة قوي يا محروس، عندي مواعيد كتير ومش فاضي أسمع الكلام ده خالص. أنت تحضر ورقك ومكانك وكل أوراقك كده تبقى سليمة وزي الفل، وتجيلهم هنا وهم بقى يشوفوا هيتعاملوا معاك ولا لأ. يا بنتي بقول لك هنكسب دهب. مش عايزة منك دهب ولا غيره، وما تخافش مش هجيب سيرة لحد إنك جيت هنا. ولا حتى عمتي. ولا حتى عمتي. طب بالنسبة للقهوة هتيجي ولا اتكل على الله؟ اتكل على الله. طيب متشكر قوي يا ست البنات. الظروف بتتغير، وانت اكتر واحد فاهم ان شغلنا اهم حاجه في مراكز القوه. يعني الامور دلوقتي كلها في ايدين مروان وحسن، واحنا الرحمة عندنا، يبقى نطاطي شويه وما فيهاش مشكله. لان انا بكلم نفسي ولا ايه؟ مالك يا ابني؟ ريم حامل عصام. ما هي ريم دي مشكلة. ملح، انت كده بقى لازم تاخدها تحت جناحك، وإلا كل اللي في بالك واللي انت مخطط له هيبقى خلاص دح. عايز الحق؟ اللي هو ايه؟ ريم كان عندها حق في كل اللي عملته، واحنا بقى غلطنا ان احنا بعدناها وهمشناها، لان هي فاهمه الامور كويس قوي، وعارفه ان عيله عبد الحكيم دي ما ينفعش معاهم غير ان احنا نقطع العرق ونسيح دمه، انما حكايه اللف والدوران دي ما تاكلش معاهم. انت السبب في كل اللي حصل ده عصام. على فكره انت كنت عايز تلم الدنيا كلها في ايدك وتحطها في جيبك، وكان عندك استعداد في اي لحظه تدوس على اي حد فينا لو حصل. عندك حق، انا كنت عايز اعمل كده، وبصراحه مش عامل كده بس، لا انا كنت عايز اخلص منكم كلكم. الله، حلو قوي الكلام ده. انت متخيل بقى بعد الكلام الجميل اللي انت قلته ده، متخيل ممكن اثق فيك او احط ايدي في ايدك تاني؟ خلصت يا باشا. لازم تعمل كده يا عادل. عارف ليه؟ لان انا لاول مره ببقى صريح معاك، لاول مره مش هلف وادور واخطط من وراك يا عادل. انا المره دي كل اللي يهمني ان اخلص منهم، سواء انا بقيت الملك او انت الملك مش هتفرق معايا.